سلام حبيباتي، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى الف خير. اليوم رجعت لكم بوصفه رائعه ولا اروع، راح تذوقوها وترحموا عليا. جربت شحال من وصفه تاع براونيز، وفي الاخير وجدت وصفه من اروع ما يكون، وبغيت نشاركها معكم. بالنسبه للمقادير، راح تحتاجوا 4 حبات بيض زائد بياض بيض واحد، راح تحتاجوا 110 غرام من السكر الابيض و100 غرام من السكر البني. اذا ما عندكمش البني معليش عوضوه بالسكر الابيض. راح تحتاجوا ايضا 180 غرام تاع زبده و 130 غرام تاع شوكولا سوداء، دوبهم مع بعض. تحتاجوا 70 غرام تاع فرينه وشويه تاع ملح. نبدو طبعا بإذابة الزبدة مع الشوكولا وتوضعوها جانبا حتى تبرد شوية، ومن بعد في إناء راح تخلطوا ربع حبات البيض مع بياض بيض واحد فقط. نخلطهم مليح، ومن بعد نضيف لهم السكر البني والسكر نزيد القرصه تاع الملح، ومن بعد نزيد فوقهم الشوكولا الدائبه مع الزبده. تاكدوا باللي الخليط تاعكم تاع الشوكولا مع الزبده ما يكونش ساخن بزاف باش ما ديروش اومليت للبيض تاعكم. تخلطوا المكونات مليح ولكن ما تطولوش في الخلط، ومن بعد ضيفوا له الفرينه تاعكم، 70 غرام تاع فرينه، من الاحسن تكون مغربله باش ما ديلكمش لي غريمو من تخلطوها. ممكن توضعوا في البرونيز تاعكم كيما تبغوا، حتى ممكن ديروا مثلا موز، حبه تاع موز تقطعوها وديروها. انا فضلت ندير شوكولا بيضاء وشوكولا سوداء. ممكن ايضا ديروا شوكولا بالحليب، وزدت لهم ايضا حبات تاع اللوز. ممكن ديروا اي حاجه اخرى، انا فقط بغيت هاد يعجبني المذاق تاع هاد المكونات مع بعض. حطيتهم في السني كيما هذا راكم تشوفوا فيه، تقريبا 30 سنتيمتر على 20 سنتيمتر، هذا شريته من ايكيا، ودرت فوقه الشوكولا تاعي المقطعه بهذا الشكل، وضفت له من بعد حبات تاع اللوز باش يعطيني هاد الشكل المقرمش في الاخير اللي يعجبني بزاف. اذا كنتو دايرين ريجيم ما ننصحكمش بهذه الوصفه اكيد. ومن بعد تحطوه في فرن تكونوا مسخنينه من قبل 160 درجه، تحطوه تقريبا من 20 الى 30 دقيقه على حسب نوع الفرن تاعكم. انا من شالور تورنونت حطيته نصف ساعه. كي تخرجوه لازم تخلوه يبرد مليح مليح على الاقل 3 ساعات حتى يبرد عاد باش تقطعوه. ومن بعد كي تقطعوه تحصلوا على الشكل رائع تاع لي بغونيز، فيها هكا قشره هكا من الفوق ومن الداخل طري طري طري. واش نحكي لكم، اروع ما يكون. نتمنى لكم شهيه طيبه، والى اللقاء في وصفه اخرى ان شاء الله.